محمد الشناوي سيظل دائما واحد من اللاعبين الكبار مهما حدث. بالمناسبة دايما أو في أغلب الأوقات دايما بتلاقي اللاعب ممكن مستواه يبقى 80% من الوقت مستواه بيبقى ثابت، بيبقى أفضل حاجة ويصل للثبات في المستوى. دي أعظم حاجة عند المدرب بالمناسبة، إن أنت يبقى مستواك الثابت دايما 6 أو 7 أو 8 من 10، ما تبقاش ماتش 9. دي سمعناها مرة من الكابتن الجوهري العظيم الله يرحمه، وبرضه ومرة بعد كده من مانويل جوزيه العظيم برضه ربنا يديله الصحة. فكابتن جوهري قال لنا أنا مش عايز لعيب يصل في مباراة يبقى 9 من 10 أو 10 من 10 والمباراة اللي بعدها 1، لكن أنا عايز اللعيب يبقى دايما من أول 6 لـ 8 من 10 وقت طويل جدا. فمحمد الشناوي تخيل حضرتك بقى إن محمد الشناوي خلال فترة طويلة جدا ومعلول، ومعلول نفس الكلام 8 و9 من 10 دايما، محدش بيديله أقل من كده، حتى لو ما عملش غير أوفر في مباراة يجيب منها جول نكسب بيها 1-0، ولا عمل فاول زي مباراة المحلة. الحقيقة ترصد غريب جدا جدا لكثير من اللاعبين. ولكن دلوقتي أيضا محمد مجدي قفش بيتعرض لحملة أنا بشوفها حملة صعبة جدا خلال هذه الفترة، مخططة ومدبرة، وكل حاجة في وقتها هنقولها للناس، وكل حاجة في وقتها هنوري حضراتكم إيه اللي حصل. محمد مجدي قفشة يعني مش عايز أقول لحضراتكم بيحب النادي الأهلي قد إيه، وبيحاول إن هو يبذل مجهود كبير جدا جدا. ولكن هرجع وأكرر، 150 مباراة في سنتين، 150 مباراة في سنتين، أعمل إيه؟ يعني فيهم القضية في النص كده يعني، لكن أعمل إيه؟ دماغي عايز كل اللعيبة دي هتشوفوهم إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي عاملين إزاي؟ أنا مش عايز حاجة. جمهور الأهلي مش عايز حاجة غير بذل المجهود. إحنا ليه الناس زعلانة من مباراة يوم بيراميدز؟ الناس زعلانة عشان المجهود. لكن أنا فسرتها لحضراتكم إمبارح وقلت لكم إن صدقوني لما ألاقي نفسي مش قادر أشيل رجلي من على الملعب، ده معناه إنه في إجهاد كبير جدا ذهني وعضلي. وده بيحصل مع الطبيعي جدا، لكن انا متاكد ان يوم الخميس هنشوف محمد مجدي قفشه بشكل مختلف. هنشوف محمد مجدي قفشه اللي بيعمل ثرو باس من نص الملعب يودي محمد شريف للجول. محمد مجدي قفشه ما يحطش وشه في الارض، محمد الشناوي ما يحطش وشه في الارض، علي معلول ما يحطش وشه في الارض، محمد شريف ما يحطش وشه في الارض. كل اللاعبين، كل الاسماء اللي هنقولها، وكل لاعبي النادي الاهلي اللي موجودين ال 30 ولا ال 35 اسم اللي موجودين كلهم، ما حدش يحط وشه في الارض. عندك المباراه اللي جايه، من خلال هذه المباراه نقدر نكسب ونقدر نفوز ونقدر نبذل المجهود ونسيب النتيجه على ربنا. محمد مجدي قفشه، لا ما تزعلش، ما تزعلوش، كلنا في ظهركم. والله النهارده مش عايز اقول لحضراتكم كميه التليفونات اللي جايه لي علشان مسانده ودعم الفريق. هو ده جمهور الاهلي. انا مبسوط النهارده اكتر كتير جدا من امبارح، لانه النهارده كل الناس بتكلمني لمسانده ودعم فريق النادي الاهلي. محمد مجدي قفشه سيظل دائما صاحب القضيه ممكن.